السلام عليكم. بعد تضييق الوضع على اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، بدأ هؤلاء وغيرهم بالبحث عن بلد آخر لا يكلفهم كل هذه الأعباء. الكثير منهم بدأ بالتفكير بالهجرة إلى أي بلد يمكن أن يمنحهم لجوءا إنسانيا أو سياسيا أو أي شيء يمنحهم حياة كريمة لهم ولأسرهم. مؤخرا انتشر بين اليمنيين في الداخل والخارج حديث حول الهجرة إلى كندا. بدر الكثير منهم إلى الاستعانة بمكاتب أو أشخاص يسهلون لهم فرصة الدخول إلى البلد الذي يوفر حياة بمواصفات القرن 21. عشرات الآلاف من العائلات العالقة في ماليزيا والقاهرة وإثيوبيا وكينيا وتركيا والأردن وغيرها يواجهون مصيرا مجهولا ويبحثون عن بصيص أمل من هذا النوع. أيضا من هم في الداخل يتطلعون إلى التخلص من جحيم الحرب وحياة العصابات التي لم تعد تطاق، باحثين عن بلد يمنحهم العيش الكريم الذي لم يجدوه في البلد الذي ولدوا فيه للأسف. بالمقابل أعلن مجموعة من الشباب الكنديين من أصول يمنية مبادرة تهدف إلى جمع أكبر قدر من ملفات الراغبين بالهجرة إلى كندا لرفعها إلى البرلمان الكندي للمطالبة بمنح اليمنيين حصة لجوء أسوة باللاجئين السوريين والعراقيين كما يقولون. وأمام بصيص الأمل هذا يجسد حال الآلاف العالقين القول الغريق يتعلق بقشة، فيبيعون ما تحتهم وما فوقهم كما يقال لشراء فيزا أو ما يساعدهم للوصول إلى إحدى هذه الدول. لكن عادة ما تكون هذه القشة مكتب نصب أو شخصا محتالا. أمام إجراءات يمكن أن تثمر وتصرفات استغلالية تسرق أحلام المستجيرين، تقف الحكومة عاجزة عن تقديم أي دعم يمكن أن يشكل جسر عبور إلى بلد كريم، هذا فضلا عن عجزها أن تكون هي البلد الكريم في الأصل. أعزائنا المشاهدين، حول أسئلة اللجوء وإمكانية تحقيق هذه الفرصة وأيضا مخاوف النصب والاحتيال من قبل البعض، ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. الحياة خارج حدود الوطن هاجس بات يلح على الكثير من اليمنيين هربا من الموت أو بحثا عن حياة أفضل بعد أن ضاقت عليهم سبل العيش في بلادهم أو في دول الجوار، ناهيك عن العالقين في بلدان الشتات. أصبح حلم الهجرة أو اللجوء يراود الكثير من اليمنيين، غير أنه لا يزال حلما محفوفا بالكثير من المخاطر، أبرزها الجهل بطرق تقديم طلبات اللجوء والسفر، مما تسبب في وقوع الكثير من اليمنيين فريسة لعمليات النصب والاحتيال. ففي الآونة الأخيرة انتشرت الإعلانات من قبل أشخاص وهيئات تقدم نفسها كوسيط لتسهيل إجراء اللجوء لدول أوروبا وكندا وغيرها من بلدان العالم. إعلانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو المهاجرين اليمنيين الراغبين في اللجوء إلى تقديم بياناتهم ودفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 دولار إلى 10,000 دولار. الهجرة هم فاتحين أيضا هجرة، ولكن معقدة نوعا ما للدول التي فيها حروب. بالمقابل حذر ناشطون من الوقوع ضحية هذه الإعلانات التي تقوم بها جهات غير قانونية. ومؤخرا أصدرت الجالية اليمنية في تورنتو بكندا بيانا حذرت فيه من تداول معلومات مغلوطة حول طلبات اليمنيين اللجوء إلى كندا. على اتساع الأمل في الخروج من دائرة العنف والوصول إلى موطئ آمن، تظل دائرة المخاطر تحمل في طياتها الكثير من المخاطر. إذن نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلي الآن، علي الضمضي القائم بأعمال الجالية اليمنية في تورنتو. أهلا بك السيد علي. أستاذ علي؟ أستاذ علي هل تسمعني؟ أخي العزيز، نعم نعم أسمعك. نعم أهلا وسهلا بك. إذن بداية أستاذ علي، أعطنا صورة عامة حول كندا، ما هو شكلها كدولة وما هو نظامها الإداري؟ كندا دولة تقوم على نظام مؤسسي، ترحب باللاجئين، قائمة في استثماراتها كلها، يعني تستثمر في الموارد البشرية وترحب بالهجرة للسكيل وركر وهم أصحاب المهارات، وتشترط بعض الشروط المعينة، كان يكون حامل مؤهل أو حامل عنده لغة،
وعندها سكور في الايلتس وفق الشروط المعينه حسب التخصص اللي يبغى يقدم عليه. هذا البلد يعتبر بلد ناشئ يستقطب العديد من اصحاب المهارات، بالاضافه الى واجبه في حقوق الانسان، فهو يرحب باللاجئين وفق الكوتا المحدده ضمن الامم المتحده. وهذا البلد يرعى حقوق الانسان، يرعى حقوق الانسان، و اي شيء يعني وفق القانون فهو مرحب به من هذا البلد. طيب، هل هذه الدولة هي دولة فيدرالية، كل مقاطعة لها سياسة معينة في السياسة الخارجية، أم أن لها سياسة خارجية موحدة تجاه اللاجئين والمهاجرين؟ تجاه اللاجئين تكون الحكومة الفيدرالية هي المختصة بمعالجة الطلبات. أما بخصوص الإكسبرس إنتري فهي الكل أستاذ علي، إذا يبدو أننا فقدنا التواصل مع الأستاذ علي الضمدي، سنحاول إعادة التواصل معه عبر السكايب من كندا. علي الضمدي القائم بأعمال الجالية اليمنية في تورنتو. إذا مشاهدينا الكرام، ستكون هذه الحلقة ستعنى أساسا بملف اللاجئين وملف محاولة خروج الكثير من اليمنيين إلى كندا وما تعلق بهذا الموضوع من مخاوف حول وجود عمليات نصب أو وجود عمليات احتيال من قبل الكثير ممن قيل أنها مكاتب معنية ب يعني وضع التأشيرات أو إتمام معاملات خاصة بهذه التأشيرات إلى كندا تحديدا. ثم اكتشف كثيرون من الناس أو من المواطنين أن هذه التأشيرات كانت تأشيرات غير رسمية، وبالتالي يعني فقدوا أموالهم وفقدوا كل ما دفعوه بخصوص هذه الفيز أو التأشيرات. كذلك هناك حديث كثير حول موضوع أن هناك الكثير من العالقين، هناك الكثير من العالقين في أكثر من دولة يحاولون السفر إلى كندا أو غيرها من الدول التي تقدم ما يمكن أن يكون حياة كريمة بالنسبة لهؤلاء. على كل حال، الآن ينضم إلينا عبر الهاتف محمد العلفي، وهو تاجر استطلع هذا الموضوع بشكل أكبر. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ محمد. إذن بداية دعنا نبدأ من النقطة الأساسية، الكثير من الناس من اليمنيين يريدون السفر إلى خارج، إلى بلدة أوروبية أو بلد في أمريكا مثلا أو كندا. ما هي يعني التجربة التي يمكن أن تنقلها بهذا الخصوص؟ سيدي العزيز، التجربة التي ننقلها لإخواننا في بلاد المهجر بالتحديد في تركيا، انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الإعلانات سواء على قنوات التواصل الاجتماعي أو بعض الروابط على الفيسبوك وبعض الروابط التي تأتي للواتساب عن طريق المشاركة من الأشخاص. بعض الأشخاص أيضا يعملون على الترويج أن هنالك محامين سواء كان في أنقرة أو في إسطنبول أو في بعض المدن الكبرى في تركيا، أن تذهب إلى محامي وهو سوف يقوم لك بتجهيز كافة المعاملة والتقديم إلى كندا. ولكن عندما استفسرنا نفت السفارة الكندية إطلاقا أن تكون هنالك محامين يمثلوها في تركيا فقط، هنالك مركز واحد يطلق عليه ذيك وهو مسؤول عن تقديم الفيزا الكندية للراغبين في الذهاب إلى كندا. وبالنسبة لي شخصيا كان هناك حديث لنا في إحدى المجموعات اليمنية مع مجموعة من الأشخاص حاولوا تقديم الخدمة وتقريبا طلبوا مبالغ تتراوح ما بين 5000 إلى 7000 دولار، واتصل بي عدد من الزملاء وحاولت أن أتواصل مع هذه المجموعة. فربما كوني معروف بين الناس في تركيا بين الأشخاص، مجرد أن ذكرت اسمي قاموا بعمل حظر مباشرة لي ولم يعرني أي اهتمام. نعم. طيب، هذا يعني عندما نتحدث عن هكذا مبالغ 5000 إلى 7000 دولار، هل يحددون هذه المبالغ لماذا ستصرف؟ هل يعطوا مسببات ومبررات؟ يوزعونها ما بين أجور للسفارة، ما بين أجور للمحامي، ما بين أجور لمكاتب للتواصل في كندا. يعني هو تخلق مجموعة من الأسباب ومجموعة من المصارف لكي يقتنع الشخص هنا أن هنالك مصارف مالية سوف تؤدى هذه الفلوس لها، ومن ثم يكون عرضة للخداع بشكل يسير ووفق مجموعة من القوانين الذي يضعها الطرف الآخر.
طيب سأطلب منك أستاذ محمد أن تتفضل بالبقاء معي الآن. نعم. مشاهدينا الكرام، يعود إلينا الأستاذ علي الضمضي القائم بأعمال الجالية اليمنية في تورنتو عبر السكايب. نعم، عبر السكايب. إذن أهلا بك مجددا أستاذ علي. أستاذ علي لم يجهز بعد إذن. طيب إلى حين أن يجهز السكايب سنعود إلى أستاذ محمد. أستاذ محمد، طيب عندما نتحدث عن قصص من عينة أن هناك أناس دفعوا مبالغ ما بين 5000 إلى 7000، هؤلاء يتواصلون بشكل شخصي أم ذهبوا يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الإيميل، أم ذهبوا للقاء هؤلاء الأشخاص بالفعل؟ سيد العزيز، الأخطاء الذي يقع فيها الناس لا نستطيع أن نقول أنها واحدة وإنما متشابهة. البعض يرى إعلانا ويذهب إلى مكان، قد يكون إلى مكتب، ويذهب التقديم ويرى البروشورات والأشخاص، يلتقي بمجموعة من الأشخاص متواجدين هناك. وبعض الأشخاص يأتي له الأمر عن طريق نصيحة أن هنالك فلان محامي فيذهب لزيارته بشكل شخصي أو إلى مكتب. فتعددت الوجهات ولكن كانت النتيجة واحدة، أن يتم خداع هؤلاء الأشخاص وفي النهاية يحدث الندم. بل أنه في بعض الأحداث حدث أنه لدينا بعض مجموعة من الأشخاص حصلوا على مجموعة جوازات لديها فيز مزورة، وبعد مغادرتهم أو وصولهم للمطار مباشرة تم إبلاغهم أن جوازاتهم تحتوي على فيز مزورة وأنهم عرضة للتحقيق مباشرة. نعم. طيب هؤلاء الأشخاص الآن، عفواً، هؤلاء الأشخاص جميعهم يعني تواصلوا مع مكاتب لها كيان موجود في تركيا. طيب هكذا أمر، يعني عندما نتحدث عن خصوصية في تركيا، هكذا أمر ألا يمكن أن يتابع من قبل الجهات المختصة بشكل أو بآخر مثل الجالية والسفارة كذلك، لمحاولة يعني معاقبة أو على الأقل وقف هؤلاء على ممارسة أعمال الاحتيال على بقية الناس؟ سيدي، الجالية اليمنية على سبيل المثال في تركيا لا تملك إلا أن توعي الآخرين وتوضح لهم ما هي الطرق القانونية وكيفية التواصل الصحيح مع السفارة الكندية. بالنسبة لسفارتنا فهي تعمل فقط على جمع الشكاوي وكل ما يطرحه المواطن اليمني، ولكن في الآونة الأخيرة أعتقد كانت الجالية في وضع مراقب وكان هناك تفاعل جيد، حتى أخبرونا أنهم سوف يذهبون إلى زيارة بعض الأماكن أو المراكز التي تدعي أنها تقدم الفيزا، وكان لها دور كبير في حسم مجموعة من الكاذبين، فكل يحاول بقدر استطاعته. طيب أطلب منك مجددا أستاذ محمد البقاء معي عبر الهاتف، يعود إلينا مجددا وإن شاء الله ستكون هذه عودة دائمة للأستاذ علي الضمضي القائم بأعمال الجالية اليمنية في تورنتو. أجدد الترحيب بك أستاذ علي. مجددا بالنسبة لقوانين الهجرة بالنسبة إلى كندا، كنت تتحدث أنت عن اللاجئين، أن الحكومة الفيدرالية هي من تعنى بموضوع اللاجئين، أكمل لنا الحديث حول ذلك. الحكومة الفيدرالية هي مختصة بمناقشة مواضيع اللاجئين الذي تحضرهم من خارج كندا وفق خطة وبرنامج، ولديهم كوتا محددة من الأمم المتحدة. ما حصل للأخوة السوريين كانوا وفق برنامج انتخابي وكانوا ضمن موازنة الدولة الليبرال الذي صعد إلى البرلمان. أنت تتحدث عن في نقطة معينة مهمة، أنت تتحدث الآن عن لاجئين سوريين، ما هي تفصيل هذه النقطة؟ لأنها متعلقة بمحور آخر حول مبادرة إنسانية معينة، أرجو أن تفصل لنا أكثر بهذا الموضوع. في مخصوص اللاجئين السوريين الذي هو ظهرت مجددا مبادرة ويضربوا المثل بما تم للسوريين والعراقيين، هذا ما تم للسوريين والعراقيين في عندما صعد الحزب الليبرالي ووعد إحضار 25 ألف لاجئ سوري. هذا في هذه الخطة عملوا فقط فتح للكوتا، يعني شالوا الشرط الذي هو ضروري انك تكون مسجل كلاجئ للمفوضيه الساميه للامم المتحده، وشالوا الشرط هذا، ولانه اي لجوء من خارج كندا لابد يكون شخص مسجل كلاجئ للامم المتحده وعليه يعني حياته خطر، معرض لاضطهاد ديني عرقي سياسي ايا كان. فالحكومه استثنت هذا الشرط و يعني تركت الشخص يقدر يتواصل مع اي شخص لديه ناس يضمنوا 5 كنديين لديهم دخول كويسه، يعني يسموها الكفاله الخماسيه، وايضا اتاحت الفرصه للكفاله الكنيسيه، يعني اي الكفاله تقدر
تقبل اي شخص للقدوم الى كندا، يكون شرط انه يكون خارج بلده وليس شرط انه يكون مسجل يعني لدى الامم المتحده. احنا في هذا الصدد يعني ارسلنا رساله وعريضه، عملنا عريضه من بعض الاخوات اثناء الجاليه، نحاول ان شاء الله يعني الاعلام يكون من ضمن عنا يعني الاعلام الكندي، وانهم يستثنون من هذا الشيء ونسبه بما تم عمل السوريين، لانه الان هي موقفه، الان الكويت هي 1000 لاجئ يعني وقفوا هذا السنه، فنتمنى انها تفتح في 2018. طيب دعنا نتحدث الان، نعود الى نقطه من يعطي الفيز لمن هم خارج البلد أو لمن يريد الوصول إلى هذه البلد. اللاجئين الحكومة الفيدرالية عبر كوتا معينة، بالنسبة لفئات أخرى هل هناك فئات أخرى يمكن لها الحصول على الفيزا؟ أي في أي نوع من الفيزا؟ هل فيزا الطالب، الفيزا السائح؟ فصل لنا الأنواع إذا. شوف يا سيد العزيز، كل فيزا لها كاتيجوري معين، يعني تايب معين. مثلا الطالب له فيزا معينه لابد ان يستوفي الشروط، مثلا يجيب قبول من الجامعه، يجيب قبول من المعهد، ويقدم كشف حساب بنكي. اذا اقتنع الاوفيسر في السفاره المخوله له، مثلا اليمن هو السفاره المخوله لمعالجه الطلبات هي ابو ظبي، اذا اقتنع الاوفيسر اعطاه الفيزا واقتنع انه هذا الشخص بايجي لغرض الزياره المحدده، انه بايجي او لغرض الدراسه واقتنع اعطاه الفيزا. فمثلا السكيل وركر ويسموها الاكسبريس انتري، الهجره هذا كل مقاطعه لها كوتا معينه، مثلا تصدر يعني احتياجاتها للاعمال المحدده وتضع شروط، ما هي الذي يكون حامل مثلا بكالوريوس ميكانيك او حامل مثلا بكالوريوس اي تي ويكون عنده لغه انجليزيه، وهذا تعتبر بالنقاط، اذا استوفى هذا النقاط يتم تقديمه له. عبر من يعني هذه الفيزا عبر من تاتي؟ هذا يقدمها عبر الهجرة الكندية ويتم النظر فيها وتأخذ فيها يعني حدود فوق الستة الأشهر وما فوق، يعني موقع إلكتروني رسمي يتبع الحكومة الكندية. أيوة CIC، أو ممكن يوكل محامي معتمد لدى الهجرة في كندا يتابع له هذا الملف أو الهجرة، بشرط أن يكون مسجل لدى الهجرة. جميل، ماذا عن بقية الأنواع؟ تحدثنا عن الطالب وعن هذه المهارات إن صح التعبير. فيزة السكيل وركر، أما فيزة السياحة يشترط أنه يحدد المكان الذي بيزوره ويقدم، يعني ممكن يقدم أونلاين عبر موقع CIC، الموقع CIC ممكن يقدم أونلاين أو يرسل أوراقه إلى سفارة في أبو ظبي. إذا اقتنع الأوفيسر هو المسؤول المخول الذي يعطي الحق، قانون كندا يخول الأوفيسر الذي في السفارة هي يعطي الحق برفض أو قبول الفيزا. يعني كنا مجتمعين، يعني النقطة يعني منوطة بشخص هذا الضابط المسؤول على هذه الفيزا. القانون الكندي يخول شخص ضابط الهجرة، القانون الكندي هو مقارب للقانون الأمريكي ويخول شخص ضابط الهجرة بإعطاء الحق أنه بمنح الفيزا أو رفضها في حال شاف الضابط هذا أن هذا الشخص لن يذهب إلى بغرض الزيارة المحدد لها مسبقا، مثلا الشخص هذا قدم أنه بيروح يدرس وشاف لم يقتنع الضابط بالمستندات الذي قدمها، فمن حقه أنه يرفضها. مفهوم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ علي، وحتى لا نطيل على أستاذ محمد العلفي أعود إليك أستاذ محمد. وفقا لما سمعته من حديث السيد علي الضمضي القائم بأعمال الجالية اليمنية في تورنتو، ووفقا للتجربة التي مريت بها ومر بها الكثير ممن عرفتهم وعلمتهم، ما الذي تنصح به الراغبون بالحصول على أو بمحاولة الحصول على هجرة أو لجوء، أو حتى من يعني كثيرون هناك يطلبون المجيء إلى تركيا أساسا؟ سيدي العزيز، في البداية أتمنى من الجميع أن التريث وعدم الاستماع فقط للأخبار التي تأتي من الصحف والمجلات. في بعض الأحيان تحدث اتفاقية ما بين دولتين أو رئيس دولة أو رئيس وزراء، على سبيل المثال الكندي يقول سأستقبل لاجئ أو فلان، ويبدأ الجميع يعتقد أن كل شيء سيكون في الصورة المثالية وسوف يفتحون الحدود لجميع الجنسيات والجميع الأعراق، فهذا شيء خاطئ جدا. ينبغي على الأشخاص لدى سماعهم وجود جهات تقبل الهجرة عليهم الذهاب إلى مصادر الأشياء كزيارة للسفارة التركية أو زيارة لموقع وزارة الخارجية الكندية أو التركية، ومن ثم السؤال عن المراكز المعتمدة من قبل السفارات. أما شيء آخر وهو الإعلانات المولة أو الغير معتمدة، عليهم أن يتجنبوها بشكل كامل
كي لا يقعوا في فخوخ النصابين والأشخاص الذين لا يخافون ربهم فقط يلتقطون الأخبار من هنا وهناك ويعملون على بلورتها في سيناريوهات جديدة قد ينخدع المرء وربما يكون لديهم الخبرة الكافية في بعض المجالات ولكن في هذا المجال يسهل خداعه. نعم، إذا أشكرك أستاذ محمد العلفي التاجر، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. سأعود إلى السيد علي الضمضي. أستاذ علي، قبل يعني أن تعود إلينا، تحدث الأستاذ محمد العلفي عن تجارب كثيرة لأشخاص في تركيا تحديدا بحكم تواجده هو في تركيا، دفعوا مبالغ من قبيل 5000 إلى 7000 دولار، ثم وحتى أعطيت لبعضهم فيز، لكن اتضح في المطار أنها تأشيرات غير صحيحة. وفقا لذلك، هل أنتم سمعتم بشيء مميز حدث في كندا بخصوص اللاجئين سيحدث أو سيكون مما يسهل بالنسبة لمن يريد اللجوء إلى كندا أبواب اللجوء؟ يا عزيزي، هناك يعني نقطة تداولتها معلومات مغلوطة، تم تداولها وترجمتها بصورة خاطئة، وهي ترحيب كندا للاجئين. الذي حصل هو استثناء في القانون اللجوء، استثنوا اليمنيين وبروندي ومصر وأفغانستان من جلسة الاستماع التي تتم في المحكمة عند تقديم الشخص للجوء من داخل كندا، وهذا القانون هو مستثنى للأشخاص اليمنيين الذي يقدمون اللجوء من الأراضي الكندية وليس من خارجها. أيضا أحب أن أضيف وأكلم يعني أوعي الناس بأنه لا يوجد لجوء عبر السفارات الكندية، لا يوجد تقديم أي طلبات لجوء عبر السفارات الكندية. اللجوء يتم عبر الأمم المتحدة، والأمم المتحدة هي التي بتوزع الأشخاص اللاجئين على أي دولة، أو باللجوء أو بالتنسيق مع كفالة خماسية أو كفالة كنيسية. وما قلت لك، ما تم استثناؤه للسوريين والعراقيين، إحنا نحاول أنه يتم عمل لنا مثل هذا ولو لمدة قصيرة، بحيث أنه يستقبلوا لاجئين من خارج الدول، ونتمنى ذلك يعني. طيب، أنت تحدثت على موضوع اللجوء عن طريق أو بكفالة الكنيسة الخماسية. أو الكفالة الخماسية. الخماسية، ما فكرة هذه النقطة؟ هذا الكفالة الخماسية أن 5 أشخاص كنديين أو عندهم إقامات لديهم دخل معين يقدموا كضمانة للحكومة أن هذا الشخص اللاجئ الذي مسجل في الأمم المتحدة أنهم سيتكفلوا بمصاريفه لمدة سنة ويحطوا مبلغ في البنك محدد، فبعد السنة يحق لهذا الشخص أن يقدم على أي مساعدات لدى الحكومة الكندية. أما الكفالة الكنيسية بنفس المعنى، وهي أن الكفالة الكنيسية تودع مبلغ في البنك، تودع مبلغ في البنك حوالي يعني 5 إلى 6000 دولار على الشخص الواحد، ويتم والكنيسة تضمن لدى الحكومة بأنها ستتكفل بمصاريفه لمدة سنة، وبعد السنة يحق لهذا الشخص أن يقدم على مساعدات من الحكومة. طيب، قبل يعني سأسألك حول نقطة ما تحدثوا عن استثناء قانون اللجوء لليمنيين وبقية الجنسيات من جلسة الاستماع لمن يقومون باللجوء من داخل الأراضي الكندية، لكن قبل ذلك سنذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام للحديث حول موضوع الفيز واللاجئين والمخاوف الكثيرة من حدوث عمليات نصب أو احتيال، والمشاهد أو الشواهد التي حدثت بهذا الخصوص. إذا بداية أرحب بالذي ينضم إلينا الآن، السيد أسامة الضبي رئيس مبادرة كرايسيس يمن، الذي ينضم لنا عبر الهاتف من جدة. لكن سأعود للحديث مع السيد علي الضمضي القائم بأعمال الجالية اليمنية في تورنتو. سيد علي، إذا هذا الاستثناء الذي حدث كيف يمكن أن يفيد اليمنيين أو من يرغب باللجوء إلى كندا؟ والله هذا الاستثناء يعني يفيد الشخص الذي لديه الفيزا الكندية حاليا ويقدم من داخل الأراضي الكندية.
من استطاع ان يوصل للاراضي الكنديه ولديه فيزا مسبقه او لديه يعني فيزا منح فيزا مؤخرا يحق له التقديم على طلب اللجوء، ومعامله البت في اللجوء او القبول بالرفض او بالقبول تكون فتره قصيره، يعني ممكن الضابط الذي في الهجره يحق له ان يقبل هذا الشخص دون احالته الى جلسه الاستماع للنظر في موضوعه. وفي بعض الحالات يتم احالتهم الى جلسه الاستماع، ولكن هذا الاستحداث القانون من اجل تسريع الطلب طلب اللجوء. هذا اللجوء هل هو من النوع الذي يعرف باللجوء انساني ام هو لجوء سياسي؟ لا، هذا يعتبر اللجوء عندك لاغراض سياسيه، لاغراض دينيه، اضطهاد طائفي، اضطهاد عرقي، هذا شخص لكل شخص يعني له اسباب محدده. اللجوء الانساني بعد ما يتم تغليق كل المداخل هذا يقدم اللجوء الانساني هذا عبر الامم المتحده، اذا تم رفض الشخص نهائيا بعدها من حقه انه يقدم على الهوميتيريان وهو اللجوء الانساني. جميل، طيب دعنا الان نشك معنا في الحوار السيد اسامه الضبي رئيس مبادرة كرايسس يمن، أهلا بك سيد أسامة. أهلا وسهلا بكم أخي العزيز، حياكم الله. حياكم الله وأهلا وسهلا، وأنت حدثنا من جدة. أستاذ أسامة، كيف توصلتم إلى تكوين هذه المبادرة التي بحسبكم تعنى بتجميع أكبر قدر من ملفات اللاجئين لمحاولة الضغط على الحكومة الكندية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، الحمد لله طبعا بعد حصل ما حصل يعني لنا اليمنيين واخواننا واهلنا اليمنيين من التشرد والحصار والجوع، وخاصه من تقارير الامم المتحده التي تطلع يعني في الفتره الاخيره، وكذلك ما يكثر من النصب والاحتيال على اخواننا اليمنيين في انحاء العالم. ويعني ولانهم قطعت لهم السبل سبحان الله، فالناس تستغلهم وتحاول تستغل ما تبقى لديهم مال. فقمنا بعمل هذه المبادره ونشانا مؤسسه كرايسس يمن، أو منظمة كرايسس يمن عفوا، لدعم إخواننا اليمنيين وتجميع أكبر عدد قدر من الملفات وتكوين لوبي لهم يمثلهم أمام البرلمان الكندي، ونحاول أن الضغط على الحكومة الكندية بالدعم من إخواننا من الجاليات الإسلامية والجاليات العربية والمنظمات المجتمع المدني، وتكوين لجنة دفاع أمام البرلمان والحكومة الكندية لإعطائنا ومعاملة اليمنيين بالمثل ما عاملوا الأخوة السوريين. وكما يعلم الجميع، قبل تقريبا سنتين أصدرت الحكومة السابقة بريادة ستيفن هاربر 25,000 إقامة عبر الكنائس، وأتى من بعده جستن ترودو وأصدر 25,000 إقامة على حساب الدولة. طبعا إحنا كل ما بنسويه الآن هو عملية لوبي وتكوين هذا الملف إن شاء الله. إن تم اختيار من الملفات اللي قدمناها، هذا شيء وقرار يعود على الأخوة وعلى الحكومة الكندية. وإن لم يتم، في المرحلة الثانية اللي احنا نعمل عليها أيضا هو تقديم ملفات الأسر والأفراد سواء كانوا شباب أو شابات، وتقديمها إلى الكنائس وإلى المنظمات المجتمع المدني والجاليات الإسلامية لضمانهم والاتيان بهم الى كندا على الكفالات الخماسيه. يعني لتوضيح هذا الامر، انتم الان منظمه مسجله رسميا في كندا؟ نحن مسجلين يا اخي رسميا، ولكن ما هو المختلف انه هو يقول هل انتم معترفون ام لستم معترفون؟ لا يوجد شيء اسمه معترف وغير معترف. انت تقدم قضيه وتبني هذه القضيه لتعترف بها، يعني طيب ايضا تعترف بهذا الشيء. أيضا لتوضيح الأمر أمام المشاهدين، أنتم لا تعدون أحدا ممن سيرسل اسمه وبياناته بأي شيء، يعني القصد أن ليست هناك تأشيرات أنتم تسهلون الوصول إليها؟ لا لا، نحن لا نصدر أي تأشيرات ولا ولذلك إحنا ذكرنا الكثير ومذكور هذا الشيء في رسالتنا أيضا، ونحن لا نضمن ولا نستطيع أن نقرر اي شيء، بينما ان هذا كله سيعود على الحكومه الكنديه وهذا قرارهم وشانهم. كل ما هو علينا انه توعيه، ان كانت الحكومه ستوافق بما يقدم لنا من ملفات فهذا شيء جميل، فقد قدمنا يعني داتا بيس او يعني معلومات، جمع معلومات لتسهيل لهم كخطوه اوليه. ولذلك فتحنا المجال لليمنيين في الداخل والخارج، اللي قدموا لجوء ولا اللي ما قدموا لجوء، مقيمين او زائرين، اي كيف ما كان وضعهم. والقرار في الاول وفي الاخير يعود على الجاليه
على على الحكومة الكندية، ومن الله التوفيق يعني ما احنا خسرانين شيء ان شاء الله. ولنا مبادرة ايضا ان شاء الله ستكون ان شاء الله قريب عما قريب باذن الله، وهي شبه مبادرة تمت عندنا في اليمن عندما لجأ الينا اخواننا السوريين قبل ان تنهار بلدنا اليمن. فكان كثير من الشباب توجه كثير من الأخوة الى تزويج الشابات السوريات وتزويج الشباب السوريين من يمنيات، ونحن ما نطمح اليه الان انه هو ايضا سيكون حملة ان شاء الله تزويج اخواننا الشباب اللي في الخارج اليمنيين بشابات كنديات كائنا من كان، عربيات يمنيات من اي جنس كانوا، والعكس صحيح للتزوج من يمنيات في الخارج، ولانه كثر اليتامى سبحان الله والبنات مشردات والاولاد مشردين في انحاء العالم، في كينيا في تنزانيا في استراليا في كل دولة يتواصلون معنا ويشكون حالهم الينا سبحان الله من شباب وشابات خلافاً طيب. على الأسر. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ أسامة، أعود إلى السيد علي الضمدي القائم بأعمال الجالية اليمنية في تورنتو. يعني أستاذ علي، الجهود التي تقومون بها في الجالية اليمنية في تورنتو، وأنا أريد أن أسهل، لماذا فقط في تورنتو؟ هل هناك جاليات أخرى في مدن أو مقاطعات أخرى أم ماذا؟ يوجد جاليات في فانكوفر، في أوتاوا، في كالجاري، وهذه الجاليات معروفة ومواقعها موجودة في النت ولديها تواصل بالسفارة ولديها تواصل بالحكومة، وبإمكان أي شخص يعني أنه يتواصل بها ويتحقق من هذه الجاليات إذا كانت مسجلة أم لا. الجاليات لها نشاط، قدمت عرائض للحكومة، يعني عدة طلبات للحكومة، لكن ما إحنا نقدم وفق قانون البلد هذا، وإذا يقول لك إذا أمرت أن تطاع فاطلب ما تستطاع. أنا أشكرك على استضافة الأخ أسامة وأشكره على الحماس الموجود، لكن أحب أن أنوه لشيء معين. لا يوجد لجوء لأشخاص عايشين داخل بلدهم، لأنه أنا لا أحب الأشخاص أسامة يعني إذا كان عنده الفكرة مغلوطة أنه لا يهم الناس أنه الآن اليمنيين سجلوا من داخل بلدكم، هذا غير صحيح. لا يوجد لجوء في أي العالم، لم تأخذ أي دولة لاجئين من داخل بلدهم، فاللجوء يتم من أشخاص هاربين من بلادهم، بينما أيضا أي مبالغ يتم تحصيلها من أي شخص حتى وإن كانت تبرعات لابد أن تكون يعني الحكومة أعطتهم تشارتي نمبر، وهذا رقم ضريبي خيري الذي تراقبها الحكومة ويرفع له تاكس ويرفع المصاريف وإن راحت وإن جت، وأي معاملات يتتم للجوء ضروري أن تكون منظمة متفقة مع CIC فيها تنسيق، هذا حسب ما تواصلنا مع الهجرة وما هو موجود وفق القانون. أتمنى أنه لا يكون الحماس الزائد خارج عن القانون، وأنه يعني نتكلم في أشياء وهم ونعلق الآمال يعني الأشخاص، فالناس يعني من كثر ما فقدوا الأمل يتمنوا ويصدقوا أي شيء. يعني أتمنى أنه الأخ أسامة أنه يعني يرجع إلى القوانين ويقدم مثل ما قدموا للسوريين ويستثنوهم، لا يوجد سوري جابوه من داخل سوريا، لا يوجد عراقي جابوه من داخل العراق، كلهم هؤلاء كانوا في المخيمات خارج هاربين. طيب سأعود إلى السيد أسامة حتى نستوضح معه أكثر ما الذي قاموا به. أستاذ أسامة الضبي، أنتم عندما قمتم بهذه المبادرة إلى الآن ما يعني ما هي الأمور التأسيسية التي قمتم بها في سبيل أن تكون الأمور قانونية وشفافة أيضا؟ ما هي الأمور اللي إيش السلبية؟ لم أسمعك، عيد السؤال لو سمحت. كنت أتحدث أستاذ أسامة حول أن ما هي الأمور التي تفضلتم بالقيام بها في سبيل أن تكون هذه المبادرة منظمة وأيضا بشكل يعني أن تتم أمورها بشكل قانوني وبما يراعي شفافية الأمر في البلاد؟ نعم، طبعا أول شيء أستاذ العزيز أريد أن أوضح لبس تم علينا من الأخوة في الجالية اليمنية في تورنتو بريادة الأخ مروان الخليدي وكذلك الأخ عادل السري هداهم الله وسامحهم. يعني طبعا إحنا صح بدأنا المبادرة في أول يوم كانت على أساس $200 لكل أسرة، بحيث أن هذه التكاليف ستصرف على لجنة الدفاع والمنظمات المجتمع المدني والإعلام وغيره. ثم بعد وصولي إلى مصر قبل تقريبا 5 أيام اكتشفنا أنه كثير من الأسر لا تستطيع دفع حتى هذا المبلغ، وإلى الآن لم نحصل غير $200 من شخص واحد وهو صديق عزيز علينا أظن يعني من أهلنا إن شاء الله، فنتبرع $200. إضافة إلى هذا تم إلغاء الرسوم كاملة لكل المتقدمين سواء كان مرتاح أو غير مرتاح، تاجر ولا فقير يعني، فالمبادرة مجانا والحمد لله رب العالمين. إضافة إلى هذا أنه عشان من أجل الشفافية كاملة
كل التقدمات وكل الاشياء وكل حركه احنا نسويها في هذا البرنامج سيكون على اطلاع كامل. حاليا ننشئ موقع انترنت على crisisyemen.org، وان شاء الله سوف نطلعكم على كل الاخبار وعلى كل المستجدات اللي نسويها على موقعنا في الانترنت ان شاء الله. نعم. وإضافة إلى أنه سيتم تكوين لجنة، وكنا نتمنى أن الأخوة الجالية اليمنى سيكونوا على مع يدنا، لكن سبحان الله دامت الحرب علينا بشكل غير عادي إعلاميا وغيره. فالحمد لله فما نفع إليه نحن هو إن شاء الله تكوين لجنة مشرفة على هذا العمل، ولا يهمني ريادة هذا العمل بعد أن تكون في لجنة وتقوم بالعمل كامل، ورتبنا كل شيء ووضحناه وبدأنا آلية العمل والتنسيق والتنفيذ للجنة الضغط وغيره. ومن ثم سيكون الناس كل المتقدمين على اطلاع وعلى بينة وبشكل مباشر تقريبا أسبوعيا أو كل أسبوعين حسب ما يأتينا من تطورات، ونوافيهم بكل الأخبار إن شاء الله. طيب هي في فقط نعم هي في فقط نقطة يعني لفتت انتباهي الآن، وأنا أقدمك أنك تتحدث الآن من جدة، هل هو الأمر متعلق بهذه المبادرة أم لشأن شخصي ما؟ والله هو احنا بدأنا المبادرة سبحان الله، لكن يعني في نفس الوقت احنا لنا تقريبا 3 أسابيع ندرس المبادرة هذه تورنتو مع بعض الأخوة في تورنتو، أخوة من الجالية الإسلامية وأخوة من الجالية العربية وأخوة من الجالية اليمنية، وأيضا باستشارة بعض الأخوة المحاميين، فوصلنا وبدأنا في العمل. لكن هل لنا معرفة يعني هل لنا أستاذ أسامة هل لنا أن نعرف من هي المنظمات التي تتعاون معكم بهذا الخصوص؟ نعم سنذكرها يعني للسبب يعني لسبب الخصوصيات لهم طلبوا أن نذكرهم بعد إن شاء الله بدء المشروع، وسيكونوا من الراعين الرسميين لعملنا إن شاء الله، لأنه لحد الآن لم نوقع اتفاقيات معهم ليرعوا مشاريعنا تامة، لكن في أخذنا منهم الموافقة المبدئية إلى أن تتم هذه، وهذه من خصوصياتهم وطلبوا منا ذلك، لكن إن شاء الله منهم مجتمع منظمات يعني منظمات مجتمع مدني كندية، ومنهم ايضا كنائس كنديه، ومنهم جاليات اسلاميه بشتى خلافها واشكالها واطيافها، وايضا كذلك يعني منظمات مجتمع مدني باشكالها وانواعها الشورى وغيرها يعني منظمات. طيب كنقطه اخرى استاذ اسامه، يعني كان يتحدث الاستاذ علي الضمضي انه لا يمكن جلب لاجئين من داخل اليمن، انتم من خلال الاستماره التي قمتم بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي كان لا بأس أن يسجل أناس بداخل اليمن، كيف يتم التعامل في هذه النقطة؟ والله أخي العزيز من يتخذ القرار من أين يأتى باللاجئين ليس نحن ولا الجالية ولا أي شخص آخر، هو فعلا أنهم لم يأتوا يعني باللاجئين من داخل سوريا نظرا للظروف الصعبة، لكن سبق أن أؤتي باللاجئين من داخل أثيوبيا في الحرب لليهود اللي تم يعني أخذهم وأخذهم إلى إسرائيل، وكذلك في دول أخرى يعني مثل الطائفة الإسماعيلية اللي كانت في شرق أفريقيا عندما يعني اضطهدوا أتوا بهم من داخل الحرب، وكثير من الدول سبحان الله. هو طبعا عادة هم يبحثوا عن الوسيلة الأسهل للاجئين اللي ذهبوا برا يعني وطلعوا خارج اليمن، لكن سبحان الله الوسيلة ما بالك بالناس اللي انقطعت السبل منهم. فهذا القرار ليس بيدي ولا بيد إنسان، هو بقرار الحكومة الكندية، وتتخذ القرار كما شاءت ومتى شاءت وكيف شاءت. والحمد لله المبادرة أيضا انتقلت بفضل الله شباب أخوة ناشطين سيأخذوا نفس الملفات والمبادرة اللي سويناها وينقلوها على بريطانيا ويكملون المشوار معنا، وننوي أن ننقلها إن شاء الله إلى المجتمع الأوروبي. وإلى الآن الحمد لله تقدم إلينا أكثر من 11,000 ملف لم يتم فرزهم بعد، مختلط ما بين أسر وأفراد. طيب إلى حد الآن نتوقع وصول 30,000 شخص متقدم إلى حد الآن. طيب نقطة أخرى، هل لنا بمعرفة أسماء أيضا من يعني يشارك معك في هذه المبادرة؟ حاليا سوف لن أصرح عنهم إن شاء الله، سيتم إعلان عن اللجنة كاملة، لأن احنا ما زلنا نحتاج إلى أشخاص أكثر إن شاء الله، ونحتاج إلى ريادات، ولكن الداعمين كثر، ومثل الأخ صالح فريد والأخ أحمد فريد الأخ الدكتور محمد الأديمي يعني، وكثير من الأخوة ممكن ذكر أساميهم على مستوى كندا وخارج كندا، مثل الأستاذة هنا الأديمي، الأخت بشرى الصنعاني من الأردن، الأخ محمد النجار من ماليزيا، الأخ يعني في كثير من الأخوة المبادرين معنا
ويتعاونون معنا وكثير، لا اقدر استطيع ان اشكر لك اسامي كثر ما شاء الله. طيب استاذ اسامه، كسؤال اخير، هناك من يقول، يعني انت تحدثت في نعم. حديث لك على وسائل التواصل الاجتماعي ان هناك من يقول للناس ادفع كذا وساعطيك فيزا وما شابه، هل هذا ممكن ام انه يعني بشكل قطعي تزوير واحتيال؟ احذر جميع اخواني، اي اذا لم تكن سفاره من ستصدر لك الفيزا، فرجاء خاص لا تاخذ الفرصه، لانه سوف ياخذ مالك. وكثير من اهلنا من نصب عليهم من 60,000 دولار، من 15,000 دولار، من 6,000 دولار، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. وغير ما تاتيني كثير من الشكاوى يوميا، يرسلون لي صور، هل هذه فيزا حقيقيه ولا مزوره؟ اقول له اخذتها من سفاره ام اخذتها من شخص؟ يقول لي من شخص. كم دفعك 15,000 ريال سعودي، 20,000 دولار يعني، وتتراوح، والله والناس مساكين يعني، ويستغلونهم. وانا انصح الشباب كلهم والاخوه والاسر جميعا، صح مقطوعين، لكن لا تبذلوا ما لديكم من اخر مال يعني متعلقين فيه وترموه بين ايدي ناس اشرار يعني. أشكرك إذن سيد أسامة الضبي، رئيس مبادرة كرايسس يمن، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. والعودة إلى السيد علي الضمضي القائم بأعمال الجالية اليمنية في تورنتو، أهلا بك مجددا سيد علي، والمعذرة على الإطالة عليك. أهلا وسهلا. لا مش مشكلة، حياك الله. إذن كيف يعني يمكن الآن الحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة اليمنية عبر وزارة الخارجية في تسهيل الأمور على من يريد اللجوء، أو حتى على الأقل الإشراف على هذه العمليات؟ أولاً أخي العزيز، فيما يخص وزارة الخارجية والسفارة اليمنية، لا يحق لها التدخل مطلقاً في طلب اللجوء، لأن هذا لا يمكن في قوانين العرف الدبلوماسي أن الدولة تقول جو اقبلوا لاجئين من عندي. لكن في اتجاه آخر، أنها تقدر يعني تتواصل مع الحكومة الكندية إذا طرحت عدة طلبات، أنه صعوبة استخراج الفيزا للطالب وللزائر وللسائح، ولها لأنه كما تعرف مؤخرا أصبحت الفيزا صعبة جدا لاستخراجها بسبب كثرة تقديم الطلبات. هذا الذي هو الإطار الذي تقدر تتحرك فيه السفارة اليمنية والخارجية. أما في موضوع اللجوء، لا ليس لها الحق. يعني هناك تضاد ما بين فكرة اللجوء والتعامل مع حكومة هي من المفترض أن توفر العيش الكريم في بلدها، أليس كذلك؟ في بلدها نعم. نعم مفهوم. نعم، هي يفترض أنها يعني مثلا ممكن أنها تطلب من الحكومة الكندية أنها تتدخل في إيجاد حلول في البلد، في يعني مساعدات، كل ما يخص الأشخاص القاطنين داخل اليمن. مفهوم. ما في خصوص يعني أو مشاكل أشخاص عايشين في كندا لكن ليسوا ملاجئين، لأن اللاجئ لا يحق له أن يتواصل بالسفارة كونه قدم لجوء من هذا البلد، وأنه الجهة المسؤولة عنه هي كندا. طيب يعني هناك نقطتين أريدك أن ترد عليها أو تعقب عليها بآخر دقائق هذا البرنامج. هل من يعني جهة معينة أو بلد معين يمكن أن يقبل منه اللجوء أكثر من بلد آخر بحسب ما تتابع، أو منطقة أو قارة معينة؟ وكذلك رسالة أخيرة لمن يعني يتحدث حول موضوع يعني محاولة اللجوء ودفع مبالغ كبيرة في حال أن العملية هي بالأخير عملية نصب واحتيال عليه تكون. أقول لهم أولاً، هذا بلد نظام وقانون معروف في كندا، لا توجد شبه يعني معدومة أنها توجد أنه يسموها under the table، يعني تحت الطاولة، لا يوجد هذا الشيء مطلقاً في كندا. إذا أحبوا أن يطرقوا القانون اللجوء، فعليهم على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ولديها مكاتب في ماليزيا، في جيبوتي، طبعاً بحسب الكوتا لكل دولة، يعني أنه الأمم المتحدة هذا هي الذي توزع على الدول بحسب تنسيق مع الدول التي تقبل اللجوء. أما بخصوص كندا، إذا شخص يعني إذا حابين اللجوء في كندا معاكم هذا الطرق. أما أنه يعني فيزا من تركيا ما تركيا، لأنه الفيزا الذي بتصدر بيصدروها لهم في أقل من 15 يوم، بينما الأشخاص الذين الآن في كندا يعني بيعاملوا على الإقامة وقد قبلوا لجوءهم، بيأخذ لهم البروسيس تايم، وقت معالجة الطلب، إلى أكثر من سنة للحصول على إقامة. فما بالك يكون خارج يعني خارج كندا، ويقدم على يعني فيزة هجرة، ويعطوها الفيزة الهجرة في 15 يوم. لا يستثني حتى وزير الهجرة أي شخص من التشيك الأمني
وهذا الموضوع حتى حساس، يعني التشيك الأمني يأخذ له من فوق 6 إلى 7 أشهر. فأنا أتمنى أنهم يفكروا منطقياً ويستقبل المعلومات من موقع السي آي سي الذي كندا إميجريشن سيتيزنشيب، والموقع هذا فيه كل المعلومات حتى على الجامعات المستوى الجامعة، حتى أنهم إذا دفعوا مبالغ لكندا يعني لا تخول أي شخص إلا المحامي يكون شخص معترف لديها أو نوتري الذي هو الذي شخص يعني مثل المحامي معترف لديه من الحكومة الكندية. نعم. غيرهم لا يحق يعني لأي شخص إسلام مبالغ. حتى المنظمة هذا أنصح الأخوة أسامة أن يكونوا وفق القانون وأنهم يصححوا معلوماتهم، لا يوجد لجوء من داخل اليمن أو لجوء إحضار شخص من داخل الدولة، وأنهم إذا أرادوا أن يتحركوا وفق النظام القانون، لن يتم استثناءهم في كندا، فكندا يعني لا تستثني أي شخص خارج القانون. أشكرك إذن القائم بأعمال الجالية اليمنية في تورنتو السيد علي أضمضي، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك، أو عفوا عبر السكايب كنت معنا من هناك، شكرا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وزملاء أسامة القطيبي ومنصور النقاش وبقية أفراد طاقم العمل. إلى اللقاء.